البنت. مين؟ أي بنت؟ اللي عم تطلع عليها. ليش أنا اطلعت على شي بنت؟ ما حسيت على حالي، مو شايف أي بنت تانية غيرك هلأ هون. لا تجننيها، هي هي هون. وين البنت اللي عم تحكي عنها أنت؟ أنت منيحة؟ صاير معك شي؟ لك تعالي خلص، خلص تعالي معنا. شو بدكم فيني؟ وين أهلي؟ وطي صوتك شوي، تعالي معنا خلص. عم قلك ما رح أتركك. شو وين مفكرة حالك أنت؟ ما فينا نحكي هون أبدا، امشي لعلك. لك اتركوني بحالي، بدي روح لعند محمد. خلص بقى، خلص بقى، اهدي شوي، اسكتي خلص. فهمي، لعند محمد ما في روحة أبدا، وخاصة هلأ ما في مجال إنك تروحي لعنده. ولهي خلينا هلأ نطلع بسلام من هذا المكان، وبخبرك على رواق كل شي صار بالتفصيل. بس وعديني ما تصرخي هلأ، راح أخليكي تحكي ماشي؟ وعد. هاي راح أشيل إيدي. ها لك رجاء بس. خلص خلص، تعالي تعالي. لعمة عضطني، هي لازم روح على المشفى اخذ ابره من وراكي. تعالي لهون، وين رحتي؟ هاندا بلشنا. على مهلك، وقفي شوي. عملك وقفي، استني معي لقلك. هاندا، لا خلص خلص هاندا، اذا بتريدي خلص بكفي. ولك اتركوني. خلص بقى، هدي ولا بقى تقاومي. اخ لعمة، نحن الاثنين ما قدرنا لك. كل شيء رح تقوليه رح يتسجل عليكي بالمحضر، لهيك ضلي ساكتة. اسمعي، قد ما كنت عنيدة نحن أعند منك، قلت لك إني رح فهمك. خلص منروح ومنحكي وبخبرك بكل شي صاير، فهمتي؟ اسمعيني، رح أخبرك بكل شي صار. خلص وعد. لك خراس، أنت خراس وما تحكي ولا كلمة، بحياتي ما بقى أوثق فيك. كيف؟ خلص اترك هالموضوع علي، أنا هي بتثق فيني أكتر. يلا خبريني. ما بقى أوثق فيكن بنوم، أنتوا الاثنين خزلتوني مثل ما عمل محمد. أنتوا ساعدتوا لهداك الخاين كمان. انت لو ما ساعدته ما كان صار كل اللي صار، وحضرتك انت كمان مسؤول عن كل شيء انا عشته. شو عم بتقولي انت؟ انت واعيه للشيء اللي عم تقولي لنا؟ يا بنت، نحن شو سوينا لك؟ شو نحن اللي تخلينا عنك بالعرس؟ شو نحن اللي سببنا لك احراج قدام العالم هذاك اليوم؟ انت واعيه لحالك؟ كيفان شوي؟ استنى لحظه شوي. صحيح، يلا روحي، يلا روحي لعنده هلا وخبريه كل شيء بقلبك. روحي. شبك انت مجنون شيء؟ كيفان شو بعد اذنك انت لا تتدخل. هاندا على فكره انت معك حق بكل شيء قلتي. اللي تركك وهرب ليكو هلأ موجود هنيك، ومن حقك تسمعي كل شي من محمد. وقول شبك، شو هالحكي هاد؟ أنا بعرف شو عم بحكي تماماً. مسيك هذا أنت، رح جيب محمد وإجي لعندك، وقتها بتتفاهموا. واحد اثنين يلا. معقول هاي اللي شفتها هاندا؟ بس كيف هيك اختفت؟ ولا أنا كان عم يتهيأ لي هالشخص بنص الاحتفال؟ معقول عم بتخيل هيك شغلات هلا؟ وليش كل هيك متوتر بخصوص موضوع الاحتفال؟ ومعقول أنا عندي نفس حلم زليش؟ أنا ماني مرتاحة، بدي روح شوف شو صاير. لا تعملي أي شيء هلا بنص الحفلة، ما بيصير. مو شايفة الكل مشغول هلا؟ بدك تتركي الرقصة؟ عقوبة هيك شيء كتير كبيرة، أنت بتعرفي أكتر مني بهالشغلات، تعي. لا ما في شيء من هالحكي الفاضي. لا أكيد في هيك، دورموش خبرني هاي الشغلة قبل ما تبلش الحفلة. يلا فرجيني شو بتعرفي حركات. تعال لك، تعال شوي. وين هداك الدكتور؟ ما شفت أي دكتور هون. أنت شفتي شي؟ لك هذا الدكتور مسؤوليتي هلا، إذا ما كنت جنبه ودرت بالي عليه الكل رح ينتقدني، لهيك رح شوفه. ما بطول. إيه بعرف إنك عم تخطط لشي، بس بالآخر كله رح يبين. لا ما في هيك شي. زليش بنتي يلا تعالي لهون، يلا بنتي رقصي، يلا بنتي رقصي معي، يلا أيوة أيوة يلا رقصي. إيه أيوة. شو عم تعمل هون قدام العالم؟ وقول لك، حاسس اني مو طبيعي ابدا هلا. بحلف لك اني من شوي كنت عم برقص مع زليش، وبس درت كاني شفت هنيك وحده بتشبه هاندا، وبس رجعت درت مره تانية ما كان في حدا. بصراحه نظرك منيح، والبنت اللي شفتها كانت هاندا. عن جد عم بحكي، هي هون؟ انت عم تحكي عن جد؟ لك كيف عرفت مكاني وجهت؟ في مجال خبرك بشي واحد؟ إذا كان في شي أسوأ من الحب يا أفندي، هو البنت بس تحب شخص وتصير تلاحقه، رح تضل تلاحقك على طول. رحنا فيها؟ هذا الشي اللي ما حسبنا حسابه. كيف يعني رحنا؟ أنت يلي رحت فيها، قول أنا اللي رحت فيها. شوف هاندا مع رصاصة واحدة وهي لإلك. شو أعمل هلأ؟ قلي شو أعمل بهالمشكلة هاي؟ شو رح تعمل؟ بدك تحاول تطلع بأقل الخسائر، هروب أحسن.
هلا رح تيجي هندا وتدور عليك، رح نحاول نعطلها شوي لبين ما تروح. وين لازم روح هالمرة؟ وكيف بدي اهرب من الحفلة؟ اخي ما بعرف، روح على اي مكان بس لبقى تضل هون انت. تهرب على مهلك منشان ما تتزحلط، لوين بدك تهرب؟ قول شو عامل هالمرة كمان قول. شوفي خبرني شو كنت بدك تقلي؟ بس الموضوع يتعلق بالولاد، ما بيعرف الواحد كيف بده يبلش، وخاصة إذا بخص أولادنا. شوفي صاير شي لبنتي؟ أنا لقيت محمد، لا تخبر بابا بشي. لك شبك خرست بنتي صاير لها شي؟ لك ليش ساكت هيك؟ لساتها عم تدور على هداك الشاب؟ لا الموضوع مو هيك، السيارة. أي سيارة؟ صار وقت أخذ السيارة على الصيانة، هي كتير مصرة على هالموضوع، هلأ بعتت لي رسالة. شكلي رح أخذك أنت والسيارة على الصيانة وخليوني يفكوك قطعة قطعة كمان، شان هالموضوع بتزعجني؟ هي كانت مصرة أني خبرك بهيك قصة، ولهذا السبب أنا إجيت لعندك بهيك وقت. ليش لا تطلب مني هيك شي؟ هي السيارة قدامك. ما بدي أشوف وشك مرة تانية لحتى تعرف وين الشاب. معقول أتعامل مع هيك شخصيات؟ هذا الناقص والله. لا وبيقول لي إنه سيارة بدها صيانة، شو عم يصير معهم هدول؟ مصرين يخلوني عصب؟ معقول هيك؟ مو طبيعيين أبدا. ليش تأخروا كل هيك؟ أنا رايحة لعندهم. لحظة، لا 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 عم أهلك، أنا خبرتك شغلة عن طفولتي؟ بوقتها كنت فكر إنه الفيلة تقدر تمد جناحاتها من ورق دنيا، وكنت مفكرها بتطير. كيفانش أنا مو جعبالي اسمع شي من ذكرياتك، تركني روح لعندهم. لك استنيني عم أهلك. لحظة، خلص شو رأيك ما نستنى هون؟ نستنى بالقهوة، يلا تعي نشرب قهوة. شو هاد؟ فيلمو؟ هاندا. طيب اطلع وراك شوي. هاندا؟ اغلظك. لك هاندا! شو يلا احكي ولا ما رح تعرف تحكي شي؟ شو كنت ناوي تعمل يلا قول؟ انسي زيليشي انا خلاص سألته له مو إلك، وهلأ رح يخبرني بكل شي بده يعمله. طيب ماشي، لكن أنا رح أعترف لك زيليش، هاد أجور وصل وقال لي إنه في عنا اجتماع ضروري، بس أنا اعتذرت عن هاد الاجتماع لأنه مستحيل أترك ميستك وهو بهالحالة، هي لازم يكون معه بالاحتفال. لهيك أنت شو عم تحكي؟ إيه اللي قاله صحيح، هو عم بيحكي لك بالتفصيل يلي صار. كنا عن جد رح نعمل اجتماع وقلت له مشان يجي، بس هو حضرته رفض. لا والله ما بيقدر يروح، وخاصة هلا بصراحة الاجتماع ضروري كتير ولازم يجي معي. قلت لك ما رح يروح، مو شايف الاحتفال؟ خلص روح من هون بقى. ايه بعرف بس لازم يجي. لا ما رح يجي معك. خلص مثل ما بدك. ليك اخي انا اسف كتير بس ما بقدر اجي على الاجتماع لانه مستك رح يزعل كتير مني، وهو مسؤوليتي، ولهالسبب انا ما بقدر اترك الحفلة ابدا. تاني شيء انا لازم روح شوف الدكتور تبعه لانه هاي مسؤوليتي كمان، لهيك فيك تجي انت معي وخلص منروح سوا مع بعضنا مشان نشوف دكتور. ايه مستك بيجي. يلا. لا ما في داعي، انا جهزت كل شيء والولد عم ينتظر. شو ما سمعتني انت يعني؟ يا الله معلش تتركي لي ايدي، وجعتيني. ها مستك عود هلا جنبه. يلا انت شو لسه عم تعمل هون؟ يا اقعد هنيك يا روح من هون، انا حضل عم راقبك. يا ترى شو عامل لحتى جابوك لجنبي؟ انت خراس ايه؟ اوه هذا انت، يلا تعال ارقص معي. يلا رح ارجع لعندك بس لروح شوف وين الدكتور، ورح ارجع فورا وارقص معك. يلا ما تطول. لا تطول. هوب ايوه لوين رايح؟ يلا هاي الحركه. يلا يلا حركاتك بلا هبل. هاكل شوف مستك وراجع لعندك من هون الطريق. تعال رح وصلك بس مشي معي. انت مضيع انت. ليك هداك مستك شفته؟ ليك وينه؟ ايه ماشي ماشي شفته. هداك هو خلص مستك. روح انت من هون، روح خلصني، روح من وشي هلا روح. ايه كيف كان مشوارك هلا؟
ميستيك اسمعني شوي. هروب. هروب؟ ايه هروب، عن جد هروب هلا، لانه الدكتور جاي. ايه واذا اجا شو يعني؟ انت عرفان شو راح يعمل فيك اذا اجا؟ ما سمعت ولا مره عنه انت؟ لا ابدا. لك هذا الدكتور بينادوله جلال الموس، ها، لانه هذا الزلمه بس يمسك الموس بايده هيك بيقص ما بيخلي شيء ابدا، حتى بياخد كل القطع معه وما بيترك لك شيء إلا. ليك انا عم بنصحك مشانك. عن جد هيك بيصير؟ ايه هيك بيصير، لانه الزلمه بيصير بين ايده قطع بس بيمسحه مسح. صدقني انا علي انه اقول لك، وانت اعمل اللي بدك اياه وخليك ناطر كمان، استنى ليجي الموس او فيك دهره. لك وين راحوا هدول؟ ها كيفانش، وين هاندا؟ اوه هاندا لك هاندا انت منيحه؟ كيفانش لا تقلي انه اجاها الناس، بترجاك تقلي غير هذا الحكي. لا اضطريت استخدم مقلاية التفال هي، بس لزقت. يا زلمة انت شو عملت؟ هاندا عم تسمعيني شي؟ هاندا الو لك، ما عم بيطلع منا حس، عمل لك شي شغلة بدل البكاء، يلا خلصني. داومي لا تتركينا. هاندا يلا افتحي عيونك، يلا طلعي فيني، قومي. اخ منك يا كيفانش، اخ منك. هاندا ايوه يلا اه 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 ايوه يلا اه جابي صورنا يلا اربوا على بعض صوروا سمعت فكري خلص صورنا صور معه هنيك. انا رايح لهنيك احلى. ولك ليش ناطر لسه؟ يلا روح، يلا هروب، قوموا هروب، يلا بعد اذنكم معلش الكل يسمعني شوي. يا سكان داشكيران اسمعوني يا اخواتي شوي، وهلا اجت اللحظه يلي كلنا منتظرينها، وهلا رح يتم طهور مستك اخيرا. برافو احلى حفله لمستك. والاحتفال رح يكون مباشره بعد ما يصير طهور مستك، بس اول شغله لازم نستدعي صاحب الحفله كلها على هي المنصه لعنا هلا. تفضل. برافو زليش، برافو جاهز الحفلات يا بلا. تعال يلا تفضل محمد، تفضل يلا. بالبدايه برحب بكل الحاضرين و مع السلامة. لك لوين رايح؟ في حدا منتظرك يعني؟ يلا احكي، هيك العادة. طيب رح احكي. ايه بس شو رح احكي هلا؟ بتولد الناس بيكبروا وبيضلوا يكبروا، وبعد هيك بس يكبروا منيح بيتطهروا. شو عم تقول؟ وهالشي بيوجع كتير، بيوجع مثل ضربة السكين، نفس الألم تقريباً، والله إنه هيك. خلص هات من إيدك. لك ليش عم تقاطعيني؟ مو طلبتي مني شو أحكي؟ شو هالحكي؟ رح يخاف الولد. شو في شي بيخوف؟ أنا عم بحكي الحقيقة بس، ما قلت غير هيك. ما بصير تحكي هيك أبداً. شو قلت؟ وين راح؟ يا ربي لك مستك هرب، ما أنا هون، مستك هرب. شبك معقول تحكي هيك قبل الطهور انت؟ لك ليش شو قلت؟ انا قلت الحقيقه. ما قلت انه هو مسؤوليتك هي هرب. طولي بالك، ما انا كنت جنبه بس حضرتك بعتتي وراي وخليتيني القي كلمه، وبهالوقت هو اختفى فجاه، شو اعمل؟ يلا روح شوفه. طيب يلا رايح دور عليه. يلا منروح كلنا، بس بسرعه يا جماعه يلا. مستيك وين راح؟ شو راح اقول للدكتور؟ يلا مشو ندور عليه. هاي ليك وتفضل قل له. دكتور لا تواخذنا، نحن كثير اسفين. ولد يا الله وين بده يكون راح؟ انا عندي فكره. شو هي؟ نعطيه بربروس خليه طهره، وبهالوقت مندور على مستيك. شو هالحكي هذا؟ انت لعنده، انا طهروني من زمان. بس يا ولد عيب عليك. بربروس حبيبي شفت مستيك وين راح؟
لا ما قال لك شيء قبل ما يروح؟ والله ما قال، بس ما بعرف إذا رح يرجع كمان، كتير شايف حاله. لك لوين راح هذا الولد؟ لوين؟ يلا دوروا على الولد، لازم نلاقيه بأسرع وقت. يلا يلا امشوا امشوا امشوا. يلا يلا ما قلت لك تدير بالك عليه من الأول، على أساس أنت رح تبقى جنبه. شو رأيك أوصك هلا؟ لأنك عم تدوري على سبب لتقوصيني؟ أنت اللي جبتيني على المنصة مشان ألقي كلمة، هذا الشيء صار بسببك. حتى وقت حكيت ما كان لازم تخوف الصبي بحكيك، هاد مو معقول. طيب مو أنت قلتي لي احكي؟ أنا حكيت بس بالبداية كانت صعبة شوي، بعدين اطلعنا لقينا الولد هربان. خلص اسكت، مو شاطر غير بالحكي أنت. مو معقول يا جماعة، لهلا ما حدا قدر يلاقي ابني، كأنه الأرض انشقت وبلعته لهالصبي. طلعوا الشمس رح تغيب ورح يصير ليل كمان. طيب مدام، الموضوع عندي أنا هلا، أنا المسؤول عن كل شي بخصه. ماشي، هلا رح لاقيه وإجي فورا. يلا ما تلاقي ابني، يلا راجع. استنوني يا الله، وين بيكون راح الصبي هلا؟ لوين بده يروح؟ رح نلاقيه اختي بيري، رح نلاقيه. وين بده يروح يعني؟ يلا تعالي معي، تعي مستيك مستيك. لك هذا طفل صغير ما بيعرف شيء. ألو كيفان، شو صار معك؟ انحلت المشكلة؟ هات. ألو، يعني ما فيكن ترتاحوا شوي؟ ما فيكن تعملوا شي لحالكن؟ ضروري تسألوا محمد بكل شغلة؟ خلصنا من أوغور، اجيت انت. ايه برافو، فهمي انا قلت لهم هالشي، لو بقدر بوسك هلا لحتى اتشكرك. قصدي ما كانوا يفهموا علي، صار لي ساعة عم قلن انه عم ندور على الولد وهن مصرين يدقوا لي كل شوي مشان الاجتماع. هلا رح خلي التليفون معي، واي حدا بدق لك رح ورجين جوم الظهر مشان يفهم. شو عم تفهموا؟ منيح، يلا تفضل قدامي. بس دقيقة دقيقة، مو أحسن إذا نحن هلأ دورنا أنا بمكان وأنت بمكان تاني؟ هيك بيكون أحسن ومنلاقي الصبي بسرعة، شو رأيك؟ ليش أنت شو بتعرف بهي الضيعة لحتى تروح تدور عليه؟ أنا قلت مندور سوا، خلاص. أنا انتهيت هلأ، انتهيت. إذا التقوا زيلي شو هاندا رح روح فيها. شو عم تبربه؟ هيك ناوي تدور على مستك بهالطريقة؟ يلا سمعني صوتك ونادي مستك. ها مستك مستك مستك، لا تخاف، ما حدا رح يأذيك. قلنا وين انت هلا؟ مستك مستك. مستك مستك. يلا يا محمد هانت، يلا رح تقدر تهرب. محمد أوغور كيفانش، لك انت شو عم بتساوي هون يا رجل؟ هيك بتلحش حالك قدام السيارة، كنا روحناك يا زلمي. طيب شو أعمل، كنت عم بهرب من زيليش؟ يعني إذا بدك تهرب بتموت حالك؟ والأسوأ أنه أنا اللي قاتلك كمان، أنا عندي فوبيا من السجن. ولو لا تعملوا حالكم خايفين علي، خلصنا بقى. هاندا وينها؟ مو شايفة معكم. خبره يلا. هاندا ما تخاف عليها، مشي الحال، ارتاح انت. كيف مشي الحال؟ فهمني كيف حلت القصة. انا بخبرك كيف حل القصة، هذا كيفانش البطل ضرب راس البنت بالمقلاية، والبنت لهلا ما عم تصحى من هالضربة. كيفانش انت مجنون شي؟ معتوه. شو جنيت يعني؟ كيف هيك؟ هي اللي خلتني اعمل هيك. طيب شو كان لانك ما بتذكر معقول يا ضربها على راسها بالمقلاية يا زلمة؟ وكنت محل اللي صارت يمكن انهت فقدت الذاكرة هلا. لك ليش عم تصرخوا؟ راسي محمد.
شو اللي عم تعمليه هاندا جنيتي؟ يعني تعي معي على السيارة، يلا امشي يلا. لا استنى. هذا مو حلم ما؟ وأخيراً لقيتك. ما تركت ولا مكان وما دورت عليك فيه، وكنت معصبة كتير منك. بس وقت شفتك انبسطت، اشتقت لك. بعد إذنك وقفي. أنتِ شو عم تعملي؟ شو قلتي ومين أنتِ؟ شو؟ مين محمد ومين أنتِ؟ والأحسن إنه نكون بعاد عن بعضنا شوي. شبك محمد؟ معقول مو عارفان مين بكون أنا؟ لا، كيف بدي أعرفك وأنا ولا مرة شايفك من قبل؟ هاي البنت رفيقتكم؟ أنت رفيقة أجور ولا رفيقة كيفانش؟ ما عم يتذكر شي أبدا. محمد أغا الأشقر، كأنه في حدا عم بينادي محمد أغا. شو عم بيصير هون؟ لك وين راح واختفى هاد؟ يا محمد الأشقر، يا أشقر وينك؟ شوفي، صرتي تناديلي باسمي الكامل؟ قريبا رح تصيري تنقشي على الحجار. ليك لا تخليني هلا انقش لك شي على راسك، بلا هالحكي الفاضي بلا. انا ما قلت غير اللي سمعته. والله عم صرخ لانك اختفيت. وين كنت حضرتك؟ حسيت حالي سمعت صوت مستك ورحت من هذا الطريق بس ما لقيته. وين دورت عليه؟ دورت عليه هنيك محل ما سمعته. في سيارة هنيك؟ عم أهلك شوي، أنا عم بسأل حالي كمان شو عم تعمل سيارة مثل هاي على الطريق؟ بدي روح شوف شو قصتها وأرجع. خلاص تعي، شو بدها تكون قصتها يعني؟ سمعتي؟ لا ما سمعت شي. كيف ما سمعتي؟ إيه هيك صوت مستك. مو سامعة شي. لأنه بتضلي تحكي، كيف رح تسمعي بهالضجة؟ الصوت جاي من هاي الجهة تعي. لك وينه هاد؟ إيه هيك من هاي الجهة. متأكد إنك سمعت إيه صوته؟ إيه هون، مستك؟ 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 أكيد ما عم تكذب. ليش لحتى أكذب يعني؟ يلا بسرعة، لساتني لهلا عم بسمع الصوت. إيه ماني سمعانة شي، مستك؟ بس خبروني شو عم بيصير هون؟ من سوء حظنا هذا الوضع، الزلمة عليه دين ولهيك عم بيشتغل بالضيعة طول الوقت. يعني فيك تقولي مثل العبد وضعه يعني؟ يا جماعة نحن ب 2023 كيف لسه في ناس بتعامل مع بعضها بهي الطريقة؟ يعني هو تعلم كيف يصير محترم مع الناس شوي، صح أجور؟ شو رأيك أنت؟ أنا شخصياً كتير حابب شوفه محترم شوي مع العالم. والأحلى مفكرنا مستثمرين. يلي رح تعرفيه إنه ما بيقدر يعمل أي شيء من حاله لأنه عبد. شوفي هلأ ضايع طفل بالضيعة وهو عليه مهمة البحث عنه. إيه مثل برنامج كيف أعثر على طفلي، بس هو عم يعمل هالشي بالواقع. يعني مثلاً إذا قررتي تزرع شي فعملية الزراعة واجب على محمد بالكامل، وإذا صار جفاف وبدك تدعي شو عم تعمل أنت؟ اي مو مشكلة، خلص نحن مندفع أي مبلغ بالدنيا هنن. هاندا صاير شي لرقبتك؟ منحكي بقصة المقلاية بوقت تاني. المهم هلأ أنك عرفتي شو القصة مو؟ محمد ما رح يقبل ياخد مننا شي. بس أنا مو غريبة بالنسبة له، هو خطيبي. بس حضرة جنابه ما بيعرف هالشي بالمرة أبدا. نحن الثلاثة معتبرنا غريبين عنه أكثر من أهل الضيعة، ولهيك أنا بعتذر منك. ما كنتي رح تصدقينا، منيح أنك إجيتي وشفتي الوضع بعينك. يعني هلأ أعتبر حالي أني لقيته ولا خلاص خسرته على الآخر؟ صراحة ما بعرف إمتى رح يسترجع ذاكرته. الله وحده بيعلم. يا ريتك فقدتي ذاكرتك وقت سفقتك بالمقلاية، وقتها أنتوا اثنين ما رح تعرفوا بعضكم.
بس أكيد رح أرجع حب محمد من أول نظرة. ما عم بقدر صدق إنه كل شي ضاع من إيدي هلأ.